ذكرتم الحديث أحسن الله إليك مدع شهوته وطعامه الحديث، وذكرتم أن هذا دليل يصح على تفطير من أنزل منيا بشهوة. نعم. ما يمنع من إدخال من أنزل مذيا بشهوة تحت هذا الحديث؟ لأن المذي ما هو شهوة، ولهذا يخرج من غير إحساس به، لولا أثره وهو الرطوبة ما علمنا به، لكن هذا معروف. يحصل بشهوة المذي؟ لا لا أبدا، يحصل بدون شهوة. إذا حصل بشهوة صار مني، إذا كان يخرج دفقا فهو مني. هم ذكروا أحسن الله عليه أنه قد يقبل وينزل مذي. هذا معناه أنه حصل المذي، هذا معروف، ولابد لابد فيه من شهوة، لكن هو نفسه ليس بشهوة، ما تجد لذة عند خروجه، اللذة منفصلة عنه، ولهذا يخرج بدون دفق وبدون إحساس، ما يحس الإنسان إلا برطوبة. انظر حكمة الله، المني وش يوجب؟ الغسل، يوجب الغسل، وهذا لا يوجب الغسل، لأن بينهم فرق. هذا ما يخلخل البدن ولا يتأثر به البدن اللي هو المذي، بخلاف المني.